السلام عليكم أصدقاء وحبايب علاء الدسوي. النهاردة هناخد جولة رائعة جدا في أجمل المناطق في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، وأجواء في قمة الروعة، موسيقى
أصدقائي في الأرجنتين مش بونس أيرس بس، ولكن بونس أيرس كبيرة، يعني أنت نص الشعب الأرجنتيني بيعيش في العاصمة الأرجنتينية بونس أيرس. أنت عارف عدد سكان الأرجنتين تخطى 45 مليون دلوقتي، ولكن بونس أيرس لوحدها بيعيش فيها 25 مليون. أنت متخيل؟ أنت بتركب الباص جوه بونس أيرس بتوصل آخر بونس أيرس في 4 ساعات أو 3 ساعات ونص، يعني لو عاوز توصل من مكان لمكان. يعني عاوز أوضح لك بونس أيرس كبيرة جدا وبيعيش فيها 25 مليون، وأكتر العرب بيعيشوا في العاصمة الأرجنتينية بونس أيرس. وأكبر مسجد في أمريكا الجنوبية في بونس أيرس مسجد الملك فهد، وأنا عملت عنه فيديوهات كتير. ولكن أنت كمهاجر جديد عاوز تيجي تعيش في العاصمة الأرجنتينية بونس أيرس ماشي، ولكن الأرجنتين مش بونس أيرس بس، لأ، في مناطق كتير حلوة وجميلة جدا، ولكن عدد العرب بيكون قليل في المناطق البعيدة زي مدينة مندوزا، كورتوبا، باريلوتشي، سان لويس، ماردل بلاتا، فيها عرب أصدقاء وفيها مساجد، ولكن بيكون العدد قليل. أكتر العرب متواجد في العاصمة الأرجنتينية بونس أيرس. فأنت ممكن تيجي تعيش في أي مدينة، ولكن أنا بقول لك اتعلم اللغة الأول قبل ما تفتح مشروع. وقررت وقلت قبل كده ما تجيش تقول أفتح مشروع على طول، ما فيش حاجة اسمها أفتح مشروع على طول. أنت جاي بلد جديد ومجتمع جديد وعادات وتقاليد مختلفة عن بلدك، ومش عارف لغة البلد، إزاي تفتح مشروع؟ تعال عيش في البلد، تعلم اللغة ماشي، وانت اثناء ما انت بتعيش. واحد يقول لي اقدر اشتغل يا عم؟ لا هتقدر تشتغل، بس تشتغل ازاي من غير لغه؟ ممكن تشتغل في مطاعم العربيه، تروحي تغسل صحون، تقف على الشاورما، الحاجات دي ما فيش اي مشكله. ولكن ده بالنسبه للناس اللي عاوزه تعمل بيزنس. انت هتعيش بحاجه قليله، الحياه في الارجنتين رخيصه، يعني ممكن تعيش مثلا ب $300 كفرد، ب 450 500 كعيله. ده بالنسبه اللي عاوز يعيش بعيد عن السنتر. اصدقائي السنتر غالي جدا، بالذات الناس اللي انا عملت فيديو السكن قريب من المسجد، يا ريت تنزلوا تشوفوه تحت. في ناس بتحب تسكن قريبه من المسجد عشان اولادهم وعشان يودوا الاطفال تحفيظ القران والحاجات دي ماشي، ولكن السكن جنب المسجد غالي. المسجد مساجد موجوده في وسط العاصمه اصدقائي، موجوده في منطقه اسمها باليرمو، غاليه جدا، ده اكبر مسجد، يعني باليرمو غاليه. ولكن ممكن تسكن بعيد، ممكن تسكن بعيد وتروح بالباص او بسيارتك. يعني انا اعرف ناس ساكنه ساعه بعيد على المسجد ولكن بتروح بسيارتي، وفي ناس بتركب الباص. فماشي، ده مش موضوعنا. انا بقول لك موضوع السكن، كل ما انت بتقرب من السنتر بيكون السكن غالي، كل ما تبعد بيكون السكن رخيص. هتبعد عن بونس أيرس تروح مناطق بعيده هتلاقي الحياه رخيصه جدا جدا. هتروح مدينه زي سان لويس تلاقي الحياه رخيصه، تروح مدينه زي مندوسا هتلاقي الحياه رخيصه، هتروح مدينه ميسي. ولكن اللي عاوز اوصله لك اي سنتر مدينه بيكون غالي جدا. هتبعد عن السنتر في ايجار وشراء اصدقائي، يعني في ايجار البيوت او شراء البيوت، في ايجار العماير او شراء العماير، في فتح المحلات او ايجار المحلات. يعني ممكن تلاقي محل في السنتر مختلف عن محل في الريف.